السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء صف السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع الأستاذ ميثاقات. طلابنا عدنا وليكم بدرس جديد، وهو درس مهم نحصل من عنده درجات كل سنة، يجينا من عنده باليونت الأول. طبعا هذا الموضوع هو ممكن انتقاري، ممكن ما أخذ نظرة ثانية، لكن اليوم راح نتعرف عليه كامل وشون يجيني بالأسئلة الوزارية وبيا سؤال. هذا السؤال طبعاً سهولة، أو هذا الموضوع هو موضوع تقسيم التريتمنت معناها المعالجة، والجوينتس معناها المفاصل. هنا عند الفيربس الأفعال، وهنا انسايد اند اوتسايد ذا بودي، داخل وخارج الجسم، وهذا يعتبر ما يتعلق بجسم الإنسان. هذا الموضوع ما يتعلق بجسم الإنسان، من معالجة لجسم الإنسان أو مفاصل أو أفعال أو داخل وخارج الجسم راح نتعرف عليهم. عندي قسم التريتمنت المعالجة اللي هي الباندج والكريم، باندج تعرفونه والكريم، الكريم نفسيته، وميديسن وبلاستر وبيلز. بلاستر نفسيته ميديسن معناها طب او حبوب، او تجيني بيلز حبوب. اوكي، هنا الميديسن تجيني معناها دواء، انتبه لها. هذا مثلا باندج هو شنو؟ تريتمنت، كريم تريتمنت، وميديسن كذلك تريتمنت، اما بلاستر كذلك تريتمنت، وبيلز كذلك تريتمنت. لاحظ لي على هذا القسم، هذا القسم دائما يجيني وزاري مهم. هذا وزاري ليش صار؟ شوف هذا شنو هو؟ جوينتس. شنو جوينتس؟ سامع بالجوينات؟ نعم سامع بيها، مفاصل هي، الجوينت هي المفاصل. فهنا أنا عندي انكل كاحل، ني ركبة، شولدر كتف، رست رسل. هذه مفاصل، هذه شنو هي؟ سد مفاصل. لاحظ لهنا أنا أنكل كاحل، هذا المفصل وين موجود؟ ستاد، هو جوينت بالليج. يعني شنو الليج؟ ستاد بالساق، جيد. والني اللي هي الركبة، ستاد أيضا بالليج، جيد. شولدر والريست، شولدر الكتف والريست الرسغ، تمام. ذن وين موجودات؟ استاد بالآرم، جيد. وين موجودات؟ بالآرم، هذا أيضا بالآرم. أوكي. هسه هذا ليش مهم بالأسئلة؟ لما راح أخذ لك السؤال اللي جاي بطريقة الوزاري راح تعرف ليش قلت لك ذن مهمات وزاريات. البقية استاد مو مهمة؟ لا مهمة، لكن هذا أكثر أهمية بالوزاري. تمام. عندنا الفيربس بريث، يتنفس، كف يسعل، سنيز يعطس، سوالو يبتلع، فينت يغمى عليه. انسايد داخل الاند اوتسايد، انسايد داخل، انتبه انسايد معناها شنو؟ داخل. اوتسايد معناها خارج، جيد. ذبني داخل الجسم وخارج الجسم، شنو هو؟ البلاد دم، انسايد او اوتسايد، استاذ انسايد داخل الجسم، جيد. انسايد لاحظ هنا ستومك المعدة، وين؟ استاذ ايضا انسايد، جيد. سكن الجلد، سكن الجلد داخل لو خارج، لا سال اوتسايد، عرفتي له زين. عند البونز العظام، العظام داخل لو خارج الجسم، سال انسايد، عفير زين. عندي هارت القلب، داخل لو خارج الجسم، سال داخل الجسم اللي هو انسايد. اوكي هسه تعرفت على هذا الجدول، شلون راح يجيني؟ هذا شلون راح يجيني بالوزاري؟ اسئلته شلون جتني سابقا؟ بالسنين السابقه شلون جت؟
وشنو نوعيتها. شوف تجينا هنا شي قل لي راح نعطيك الاسئله في الوزاري صيغ الاسئله الوزاريه. لاحظ اولا راح ينطين هنا يقول لي name two joints in the leg. لو تلاحظ هنا شنو هذا منطق السؤال؟ قايل لي قايل لي name معناها شني؟ استاذ معناها سمي عافية. سمي تو اثنين joints مفصلين in the leg في الساق. اذا اسمي مفصلين بالساق، من هم المفصلين بالساق؟ ساد انكل وني عافيه. اذا انكل اقول له الجواب مالتك رقم واحد ويريد اثنين انكل واثنين ني. جيد. ممكن نفس الحاله اذا قال لي نيم تو جوينت ان ذا arm في الذراع تقول له shoulder ورست. بعد طريقة السؤال شلون تجي؟ الطريقة الثانية تجين بهاي الطريقة. شوف وانتبهوا وياي. يقول لي مثلا uncle joined in the leg. هو منطيني اياها انكل جوينت ان ذا ليج. لاحظ شو يقول لي هنا؟ يقول لي مثلا ريست فراغ. يعني شني هنا قايل الانكل اللي هي شني الكاحل قايل اللي هو جوينت ان ذا ليج. يقول لي ريست شنو هو؟ شو يقول له؟ اقل جوينت اسمع اقل جوينت انبه وين هو ارم. لاحظ ايش قلت له؟ ساد قلت له الريست جوينت ان ذا ارم. جيد شفت هاي طريقه اثنين. الطريقه الثالثه يقول لي مثلا ثالثا inside the body. سوري فراغ. يقول لي داخل الجسم فراغ. inside عندك البلاد ستومك، عندك البونز، عندك الهارت، كل هذه داخل الجسم. انت براحتك يا تختار. هسه اختار البلاد. اوكي اكتب له البلاد الدم. واضح لو مو واضح؟ كلش واضحه. شوف الطريقه الرابعه وهاي تبقى واجب عليك، اريدك انت تحليها وتشوف شلون راح تحلها. شو يقول لي؟ وهاي مهمه طبعا كلش مهمه طلاب، دائما تتكرر بالوزاري بهاي الطريقه. يقول رابعا جوين in the arm s فراغ. joint in the arm فراغ. طبعا بس ايش منطيني؟ منطيني هنا أنا هذا حرف، يعني شنو معناها؟ حلي اياها، اريدك تحلي اياها، هذا واجب عليك. وضح هذا موضوعنا طلابنا الاعزاء، اعتقد صار واضح ودرجاته ضمناها. لا تنسى درجات هذه أو هاي المواضيع اللي هي جدا جدا بسيطة تكون سبب بارتفاع معدلك وتكون سبب بفهمك لمادة اللغة الإنجليزية، وكذلك تقدر تضمن بيها مو فقط النجاح، تضمن بيها أعلى معدل. لهنا طلابنا انتهت محاضرتنا. اهتموا لي بهذا الموضوع، حفظوا هاي طبعا الكلمات اوكي كلمه نقسمها ودير بالكم عليها. السلام عليكم.